وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طبعا ممكن الحاسب شوية تبطأ، ما أعرف، الأندرويد ستوديو شوية بيعمل هيك ثقل. سبب طبعا تشغيل الأندرويد ستوديو كل الوقت، ما شاء الله الوقت جدا ضيق، فلهذا يعني إنه حان موعد، خلينا نقول الأندرويد ستوديو، إنه ننزل مجموعة، عفوا، دروس عنها. ف قلنا خلاص خلونا نجرب. anyway نرجع لموضوعنا الأساسي. احنا كان موضوعنا في الليس. في الليس ايضا، من الليس ممكن ايضا تستخدم البيج اب، يعني بالكيبورد. انت لو تلاحظ انت في عندك في الكيبورد بيج اب بيج داون كي، ممكن انه انت تستخدمها حتى تعمل براوز تصفح للفايل كونتين وتشوف اكثر، وفيك تستخدم الاب والداون الارو السهام، اوكي، وتقدر تشوف التكست اللي موجوده في داخلها. طبعا استخدامك للسلاش، ومثلا فور اكزامبل سم تكست سلاش سم تكست، بمعنى انه انت حيعرض لك جزء معين من هذا التكست كفورورد، يعني للأمام حيتحرك. وإذا استخدمت قبلها هذا الوايلد كارد، استخدمت قبلها علامة استفهام، علامة استفهام بمعنى أنه حيشتغل كباكورد سيرش، بحث كباكورد. وحتى تعيد اللاست سيرش تستخدم الـ N. طبعا هاي الأشياء احنا حناخذها إن شاء الله بالدروس القادمة. إذا تعتقد أنه هذا sounds familiar، أنه هذا الشيء يعني أوكي، طبعا اكيد اذا حسيت انه السلاش والعلامة الاستفهام تحس انه انت سمعتها سابقا وهي sounds familiar to you، ومفروض انه تكون هذا الشيء لانه انت ايضا استخدمت هاي الطريقة في ال VIM اللي هو VIM، وايضا في المان لا تنسوها، هذا الشيء احنا ايضا اخذناها. فاذا كل هذه الكوماندات تقريبا تتشارك او تتفاعل أو تتشارك، بالضبط تتشارك بنفس الوايلد كارد. طبعا خلونا ناخذ اكسرسايز، ناخذ مثال عليها. فلتكن فور اكزامبل خلونا نعمل هنا كلير، ما اعرف اذا كنتم تسمعون صوت البروسيسور بيصيح، يقول محمد عيسى انقذني، مشغل فيرتشوال ومشغل اندرويد. زين، خلونا نكتب less بالبداية. تفتح التيرمينال تكتب less etc password، اوكي، انتر. بالحالة حيعرض لك يا عشق البيجر. لاحظ كل ما اضغط انتر او page up page down page up، لاحظ، و page down، اوكي، لاحظ هذا يقول لك end انه هو وصل لاخر المحتوى. لو اجينا كتبنا طبعنا G capital، اوكي، لو هنا نجي نكتب مثلا G capital، نلاحظ انه G capital ياخذنا الى الاخر سطر. يعني خلينا نصعد دي اول سطر، لاحظ بتسمع صوت، هذا الصوت بمعنى انه ما يقدر يستطيع انه يصعد لاعلى شيء. لو اجينا ضغطنا مثلا shift G capital، راسا ياخذنا للاند. لو اجينا كتبنا مثلا slash root وعملنا انتر، اوكي، باترن نوت فاوند، ده يقول لك انه هذا الباترن احنا ما لقيناها. زين، خلونا نجي انه احنا نصعد لي فوق لانه احنا كنا اخر شيء، اوكي، خلونا نعمل هنا سلاش وكتبنا هنا روت، نعمل هنا انتر، نلاحظ انه بيعرض الروت صار هايلايتد، تلاحظ، يعني لو جينا هنا كتبنا مثلا فور اكزامبل محمد، نعمل انتر، لاحظ ظهر لي محمد، تلاحظ دا يلونها، دا يلون محمد، اوكي. لو جينا كتبنا هنا سلاش روت عملنا انتر، اوكي، نوت فاوند هنا. زين، خلونا نجي نلاحظ للاعلى فور اكزامبل، لاحظ لون الروت لنا. لو جينا كتبنا مثلا سلاش اس بن مثلا، لاحظ قام بتلوين الاس بنز اللي موجوده. إذا احنا نستطيع عن طريق الجي كابيتال نذهب لأخير اللاين، ونستطيع انه عن طريق إذا كتبنا سلاش، اوكي، فقط مجرد انه تعمل سلاش، هذا السلاش تكتب بها أي جملة وتعمل انتر وهو راح يقوم بتظليلها. طبعا إذا ما لقاها راح يقول لك باترن نوت فاوند، بريس
return اللي هو press enter. زين خلونا نشوف شو راح نقدر نعمل. اوكي خلينا نضغط على Q. ال Q بمعنى انه انت تخرج من ال الفايل. لو جينا كتبنا PS AUX اوكي هذا بالبروسيسور ونستخدم البايب ونكتب less انتر حيظهرنا هذا الشكل. هذا بيعمل sending للoutput المن للPSAUX command اللي هو راح يعرض لنا list قائمة بالprocesses الشغالة. بس list بمعنى انه قليل اي بمعنى مجموعة راح يظهر لك اوكي. وممكن انه انت تستطيع تستخدم page وتعرض فيها لاحظ كل البروسيس. لاحظ هنا يقولك end كل البروسيس اللي تشوفها. كذلك ممكن نضغط على الكيو حيخرج من العرض. زين في شيء اخر احنا عدنا ممكن انه نستعرض ايضا الفايلات والكونتينتس باستخدام cat cat. نشوف التايم 6 منت. زين طبعا بالless utility مهم جدا انه انت تقرا اللونج تكست فايلز انه انت تقرا الفايلات الطويله جدا. اذا التكست كان مو كلش طويل يعني اذا كان الفايل ما يحتوي على تكست كثير طويل جدا لانه الليس من اسمه قليل بمعنى انه انت تريد تعرض جزء من عدها او جزء من عدها تريد تقرا من عندها. اذا حينفع لي الدوكيومنت او الفايلات اللي تكون فيها كثير داتا. لكن اذا انت المحتويات كانت قليله جدا يعني مكتوب فيها اسم باسورد معين فيك تستخدم الكات. الكات مهم جدا في هذه الامور او مفيده جدا في هذه الامور. هذا التول مجرد انه وش راح يعمل حيعمل dumps للcontain of text file انه يعمل لك dump المحتويات كلها يعرض للtext file بالterminal ومن اين ما بدأت اوكي يعني من بدايتها للنهاية. هذا الشيء مقنع جدا انه انت تستخدمها بالtext file اللي يكون قصير جدا لانه الكات مو مثل الليس ما يعرض لك يا جزء من عنده يعرض الكل. اذا text file كان long ممكن انه انت تستعرض ايضا محتوياتها عن طريق السكرول بالماوس اوكي. سكرول بالماوس للسكرين يعني التيرمينال هو حيعتبر كسكرين لك وحيشوفك اللاينز اللي هي فيت للتيرمينال يعني ليس مثل الليس انه يعمل لك راب انه يظهر لك واحد تحت الاخر. لا الكاتس ممكن انه يظهر لك هيك يعني انه اذا كانت الكتابة اطول من عرض التيرمينال ما بيهم يعني مو مهم عنده يعني ممكن انه انت تظهر مثلا محمد عيسى مثلا حميد هنا يكون فما راح يظهر جزء من حميد اوكي. فخلونا نجرب كات. لو كتبنا هنا كات لمن للباسورد ايتيزي باسورد طبعا صح. شوف انا غلطت المفروض تنصحوني ما حد ما يساعد ليش ايتيزي باسورد. خلينا نشوف لاحظ هنا لاحظ يظهر لك يا fit يعني no long هنا يظهر لك يا اوكي ما ظهرنا يا مثل طريقة صاحبنا less كان يظهر بشكل مرتب اكثر. لكن هي بتنفع انه انت تعرض فيها شو لاحظ ما فيها طريقة paging اوكي لانه هو عرض لك يا لحد اخر سطر فهتستخدم السكرول لاحظ سكرول حتى استعرض الملفات اللي موجودة في داخلها. اذا الكات تفيدني كثير اذا كان الملف قصير جدا مو طويل وما تحتوي على كثير اشياء فممكن انه استخدمها. فاذا الكات هو يوتل dumps للcontain للفايل في السكرين اوكي to the screen from beginning to the end من البداية للنهاية which means that for all long file you'll see the last line of the file only يعني انه انت من راح تعرض هذه المحتويات حتلاحظ دائما بعرضك للكات لأي فايل دائما بالprint لما تعمل حتلاحظ اللاين الأخير دائما يظهر لك ما راح يبدي من البداية. هذا القصد بها. فإذا انت كنت مهتم كثير بالfirst line فيك تستخدم tag اوكي tag util اللي هي اصلا عاكس الريزلت الكات يعني التاك قصدي بها انه انت استخدمت كات تاك لاحظ التاك عكس الكات اوكي. التاك يوتل هي عاكس الكات ريزلت الكات. زين لاحظ هنا لما اجي عرضتها for this one هذا ظهر لي من البداية
لاحظ للبداية، يعني هذا ما ظهر للأسفل. في الأسفل في الكات لو تلاحظ الكات، أوكي بالكات رأسا يظهر لك النهاية the end، محمد عيسى وآخر اسم ضفته. زين، ففيك تستخدم التاك لعرض ال first و last line بالفايل باستخدام ال head و tail. هذا راح نشرحه بالدرس القادم. لين أقول لكم مع السلامة.